العالم عم يتطور، الحضارة عم تنتشر، المجتمعات عم تزدهر، فكيف يا ترى رح تكون المجتمعات سنة 2100؟ الشعب السوري مثلا رح يحكي سنة 2100 عن فطني ابن عمي، سمعت شو قال سيادة الرئيس؟ شو قال؟ قال القمر الاصطناعي حمص 3 صار جاهز للانطلاق للفضاء. سمعتوا؟ ما شاء الله. ايه لك هان. الشعب المصري مثلا بالألفين ومية رح يحكي عن بشرى لجميع أبناء مصر، اليوم سندشن المصنع الوطني للطائرات وسننتهي من بناء الجسر البحري بين مصر وأوروبا. ألف مبروك. الشعب السعودي سنة 2100 رح يحكي عن أيها السادة الأعزاء أبناء المملكة، سوف يمكنكم ابتداء من الآن اختيار جميع مشترياتكم من الخضار والفاكهة عبر الإنترنت من حقول الربع الخال الخضراء. الشعب السريلانكي بال 2100 رح يحكي عن هيلو سونجا حبيبي، حبيبي بيجي نحنا بيروح هيدا مظاهرة. مظاهرة مشان شو؟ هيدا مظاهرة ضد هولي عمال أجانب، هيدا فيليبينو، هيدا حبشي، هندي، هولي كله هيدا بيجي بيشتغل هون سريلانكا، في عزقة كتير. يلا بيروح مظاهرة. يلا بيروح مظاهرة. وبال 2100 الشعب اللبناني بيكون عم يحكي عن يا خيي نحن قبلنا بال 19/10/1 وليش ما بتعطونا 19/11 يا 14/11/5؟ اعوذ بالله 14/10/6 بنقبل والا بنروح على النص زائد 1. ساعتها ما رح نسكت ورح نرد على الانقلاب وبتشوفوا وانتم بتشوفوا. اها.